هنا قصة أن هناك علاجا للعقم. يا من هو عقيم قل يا رحيم، يا من هو عقيم قل يا رحيم. كيف؟ قالوا إن امرأة أتت إلى موسى عليه السلام فقالت ادعو الله أن يرزقني الولد، فدعا موسى ربه فقال الله يا موسى إني كتبتها عقيمة، فقال لها إن الله قد كتبك عقيمة. فذهبت المرأة، وإذا بعد حين من الزمن إذا بها تأتي هذه المرأة ومعها ولد، فقال موسى ما هذا؟ قالت ابني ولدته. فسأل موسى ربه يا ربي قلت إنك كتبتها عقيمة ورزقتها الولد، فقال إني كتبتها عقيمة ولكن كانت تقول يا رحيم، فسبقت رحمتي قدرتي، فسبقت رحمتي قدرتي. طبعا القصة لا أطراف لها حتى يكون لها أصول أصل، ثم أيضا غلبت رحمتي قدرتي ما ورد بهذا اللفظ في أي حديث بعد التمعن والتأمل والبحث الطويل، إنما الوارد في الصحيحين غلبت رحمتي غضبي، وفي رواية سابقت رحمتي غضبي.